ضيفتنا نورسات جوردن وعلى تلفزيون نورسات وتيلي لوميير. بنصبح عليكم في هذا النهار المبارك والموضوع المميز. وقبل ما نحكي عن الموضوع طبعا اكيد شاهدتوا الاعلان وبتعرفوا الموضوع عن شو رح نتكلم هذا النهار وهذا الصباح، لكن بحب وانتوا معي تصبحوا على ابونا مودي هنديلة. ابونا مودي هنديلة هو راعي كنيسة الروم الكاثوليك في منطقة جبل الحسين، كنيسة سيدة الناصرة في جبل الحسين، وأيضا هو المنسق العام في الأردن لتحضير لسينودوس اللي أعلنوا قداسة البابا ل 2023، فهو المنسق العام للكنائس الكاثوليكية، وأيضا هو كراعي كنيسة سيدة الناصرة في جبل الحسين، وأيضا كنت منسق للشبيبة أيضا. نعم. فأنت يعني ماخذ المجموعات الشبابية والنشاط الشبابي في الكنيسة الروم. نعم. الكاثوليك الملكيين كاثوليك. فصباح الخير أبونا وأهلا وسهلا فيك باستوديو نورسات. صباحكم خير وبركة، وبشكر قناة نورسات الرائدة على هاي الاستضافة لنطرح موضوع قيم وغني يمس المؤمنين أولا، وبوصاية ورعاية قداسة البابا الأب الأقدس الذي منحنا وأعطانا امتيازات بالسينودوس بكي يكون صوتنا مسموع. حلو. فمنصبح على كل المستمعين والمشاهدين عبر قناة نورسات الأردن لكي تبقى منارة تعطينا البركة والسلام، والمؤمن يكون قريب من صوت الكنيسة ومن صوت الأب الأقدس لكيما يعرف ماذا يحصل وما هناك من تحديات وبكل هاي الأمور. فاليوم رح نطرح موضوع على خطى السينودوس. حلو حلو. عادة نحن أبونا منبلش الحلقة في صلاة. نعم. فاليوم اخترت أنت صلاة السينودوس. نعم. نتلو صلاة السينودس وبعدين نعرج بس شوي على بعض المواضيع اللي المطروحة على صفحتنا على النورسات وبعض الأخبار، وبعدين ندخل في مضامين السينودس والأسئلة. نعم. هناك صلاة جميلة نصلي مع بعض. نعم، صلاة من أجل السينودس. إذا بتحبوا الشباب تحطوا الصلاة على الشاشة عشان يصلوا معنا المشاهدين والمؤمنين اللي بيتابعونا على الصفحة وأيضا بيتابعونا على الشاشة. أيها الروح القدس، ها نحن واقفون أمامك ومجتمعون معك باسمك، أنت مرشدنا الوحيد، تعال إلينا، أمكث معنا، ارتضي أن تسكن في قلوبنا، علمنا الهدف الذي يجب أن نصب إليه، وأظهر لنا كيف نسير معا نحن ضعفاء وخطأ، فلا تسمح بأن نحدث الفوضى حولنا، ولا أن يقودنا الجهل في طريق السوء، أو أن يؤثر التحيز على تصرفاتنا. دعنا نجدد فيك وحدتنا حتى نتمكن من السير معا نحو الحياة الأبدية، ولا تبعدنا عن طريق الحق وعما هو صالح. نسألك هذا كله، أنت الذي تعمل في كل مكان وزمان في الشركة مع الآب والابن وإلى أبد الآبدين. آمين. آمين. نحن أبونا نقلنا افتتاح سنت السينودوس مع غبطة البطريرك بيير باتيستا بتسبلا، عملنا قداس بالكنيسة الصوفية وافتتحنا وكنتم جميعا حاضرين، لاتين. نعم. وكل الكنائس. نعم. الكاثوليكية وروم كاثوليك. وبعد الافتتاح كان على أساس أنها تنطلق المسيرة. فمشاهدينا ومتابعينا واللي على صفحتنا على فيسبوك، الكنيسة تعمل، لا تقف أمام تغيرات العالم، لا تقف أمام التغيرات التكنولوجية، لا تقف يعني مكتوفة الأيدي بس تراقب، لكن تعمل. فقداسة البابا أوجد هذا السينودوس لأنه من السينودوس القبل اللي كان السينودوس الأبرشي عام 2000 اللي انطلق واستمر،
متغيرات كثيرة جاءت للكنيسة، متغيرات كثيرة بالعالم، متغيرات كثيرة على قوانين وأنظمة وأحكام وتشريعات وحياتية أيضا، وتغيرات شبابية، اهتماماتهم نشاطاتهم، خاصة مع وجود هالطفرات عم تطلع لنا مثل الإلحاد وعدم الإيمان وعدم الالتزام، وأيضا جاءت كورونا كمان أيضا لتبعدنا أكثر وأكثر عن الإيمان الكنسي وعن حضورنا الكنسي. فصفى أنه الإيمان وحضور الصلاة هو اختيار الشخص، بدي أحضر بديش أحضر، بحدا عم يلزمني. فقداسة البابا لقى ووجد هذا البعد وهذا الجفاء الروحي. لما بنقول الجفاء الروحي، لما شخص يقول لك أنا تعبان، تعبان نفسيا أكثر ما أكون تعبان جسديا، فكلمة تعبان هذا القداسة البابا استمع للتعبانين والمتعبين اللي التجأوا له والتجأوا للكنيسة وسمع صوتهم، فقرر انه آن الأوان انه نسمع من الناس، نسمع من الشعب، نسمع لكل الفئات المجتمعية، صبايا شباب أمهات جدات كهنة، حتى من الكهنة، حتى من الأساقفة، حتى من رؤساء الكنائس، من رؤساء الجمعيات، رؤساء اللي عم بترعى هالكنيسة وتقوم في خدمات لإلها. فمثل ما خبرتكم الكنيسة لم تقف ولن تقف عاجزة، كنيسة السيد المسيح أقوى كثير ولن تقوى عليها كمان أبواب الجحيم، مثل ما قال في الإنجيل المقدس. فاليوم الموضوع المطروح حتى لا نكون مغيبين عن عمل الكنيسة، حتى لا نكون جاهلين في موضوع السينودوس وماذا يطلب السينودوس الأبرشي عام 2023. ما نضلنا بس هيك عم نتفرج وما قلناش خاص، لا، انت وانتي وهم وهناك بكل العالم اللي بيتبعوا الكنيسة الروما عم بيشتغلوا على موضوع السينودوس، وإحنا هون بالشرق عم نشتغل على موضوع السينودوس. نعم، عملنا افتتاح لسنة السينودوس، وأنا أبونا مش تقصير من الكهنة أو، لكن عم بشوف إنه العمل مش جاري على قدم وساق زي ما بنسمع من باقي الدول، مع إنه نورسات طرحت كتير مواضيع تشرح عن السينودوس وتشرح عن رؤية قداسة البابا في هذا الموضوع، لكن الآن إحنا في مرحلة العمل. نعم فعلا. فنحن قبل ما هذا، إحنا شاكرين لكل الأشخاص اللي عم بيتابعونا على صفحتنا على نورسات جوردن، ورجاء حار اللي عنده أسئلة، اللي عنده أي استفسار بليز يوضع لنا إياه على الكومنتس على التعليقات، ونحن إن شاء الله منتابع هاي التعليق منجاوبه إما بهاي الحلقة أو ممكن أبونا مودي اتابع التعليقات إذا في حدا أسئلة عندهم ونجاوب عليهم. طبعا أنتم مثل ما بتعرفوا نحن أخبارنا متتابعة ونشاطاتنا وتغطياتنا الكنسية ونشرات الأخبار بتقدر تتابعوها كليات على صفحتنا على نورسات جوردن. منصبح عليكم للجميع الأشخاص اللي عم بيصبحوا علينا، صباحكم نور للجميع. ونبدأ أبونا معلش موضوعنا، عشان أنا بعرف هذا الموضوع راح ياخد وقت طويل، فما بدنا نخلص الوقت من دون ما نطرح أو نيجي على كل مواضيع اللي حاطينها أسئلة كثيرة. فبداية نبدأ بالشعار ومعنى كلمة سينودوس، شو رأيك؟ أكيد أكيد زي ما تفضلتي شباب نحطها على الشاشة. دكتورة، الكنيسة ليست غريبة عن العالم، تدخل في الشؤون الزمنية لإيجاد حلول موافقة. نعم. فبين الكنيسة والعالم في تفاعل مستمر. صلاة يسوع الكهنوتية اللي صلى من أجل نفسه أتم العمل اللي أوكل إليه من قبل الآب، أيضا السيد المسيح صلى من أجل تلاميذه. قبل شعار السينودوس إحنا أمام حدث نعمة. نعم. وعملية يصفها قداسة البابا بأنه عملية شفاء يقودها الروح القدس. نعم. إحنا مش أمام مؤتمر كنسي أو مؤتمر دراسي أو مؤتمر سياسي، الكل يتساءل، نسأل أنفسنا حول ما يريد الله أن يقول لنا. نعم. في هذا الوقت وفي أي اتجاه
يريد أن يقودنا. فهاي المسيرة المشتركة للعلمانيين والرعاة، وبها استشارة شعب الله لكي تتم العملية السنودسية من خلال الإصغاء. فالشعار منشوف الشعار كتير ما تطرقنا له بشروحات، من بين الشعار منشوف شجرة كبيرة مليئة بالحكمة والضوء، منشوف هاي الشجرة بتوصل للسماء، فيها علامة حيوية عميقة على الأمل، وبنفس الوقت هاي الشجرة تعبر عن صليب المسيح، وفوق الشجرة الإفخارستية قربان الأقدس تضيء كالشمس، وفي فروع أفقية مفتوحة مثل اليدين أو أجنحة تشير في الوقت نفسه إلى الروح القدس. حلو. إذا نزلنا تحت الشجرة منشوف هذا الشعب ليس ساكن، شعب متحرك. نعم. وهي إشارة مباشرة إلى أصل كلمة سينودوس، السير معا. نعم. فالأشخاص متحدين بديناميكية مشتركة بتمتعوا بها من خلال شجرة الحياة، ومن خلالها بيبدأوا بالمسيرة. إذا منشوف الأشخاص 15 نموذج أمامنا بتلخص الحالات الحياتية، الأجيال، الأصول، ومليئة بالألوان الزاهية، والألوان بتعبر عن علامات الفرح. نعم. وتسلسل هالأشخاص جميعا إلى المستوى نفسه، فمنشوف الأطفال، المراهقون، الشباب، الكبار، الرجال، النساء، العلمانيون، الرهبان، الآباء، الأزواج والعزاب والأصحاء وذو الاحتياجات الخاصة، بوسطهم موجود الأسقف والراهبة. نعم. وبطبيعة الحال منشوف أنه أمام هاي الجماعة في أطفال، وبعد الأطفال المراهقون، هم اللي رح يفتتحوا هاي المسيرة استناداً لآية إنجيل متى 11:25: أحمدك أيها الآب رب السماء والأرض لأنك أخفيت هذه عن الحكماء والفهماء وأعلنتها للأطفال. وآخر شيء بالشعار منشوف من أجل كنيسة سينودوسية شركة مشاركة ورسالة، تمتد من اليمين إلى اليسار أو من اليسار إلى اليمين في اللوجو الأصلي، في اتجاه مستمر حول هذه المسيرة التي هي شركة ومشاركة رسالة لقاء إصغاء تمييز. فهذا هاي أمنية قداسة البابا، مسار عم بتناسب مع خطى تحديث الكنيسة. والأجمل من هيك بأنه كتير مرات بنسأل أبونا شو سينودوس الأساقفة. سينودوس الأساقفة هو مؤسسة، هاي مؤسسة دائمة أنشأها البابا بولس السادس سنة 1965 رغبة من آباء المجمع الفاتيكاني لحتى يحافظوا على روح السينودوسية. نعم. وهذا المجمع أو سينودوس الأساقفة دائما بيقدم المشورة لقداسة البابا في العديد من الموضوعات اللي بتهم الكنيسة. ففي سنة 2015 قداسة البابا حب يحيي الذكرى 50 لتأسيس سينودوس الأساقفة. فأثناء خطابه نشرت بعد 3 سنوات لجنة اسمها اللجنة اللاهوتية الدولية، نشرت وثيقة سينودوسية. فكان أمنية البابا أن يتجسد هذا الموضوع بإطار سينودوس، مدته 3 سنوات ومساره 3 مراحل من المرحلة الأبرشية القارية العالمية. فمنشوف بأنه في مخطط لهذا السينودوس. بتسألوا أبونا كيف 3 سنوات؟ أكيد الكنيسة بتحس بالوضع، نحكي الصحي أكيد بالكورونا، الكل انحرمنا من اجتماعات الشبيبة، من اللقاءات، من القداديس. فتم الافتتاح الرسمي بشهر 10 9 إلى 10 9 بالفاتيكان سنة 2021، وعلى نطاقنا بالأبرشيات بالأردن ب 17 تشرين الأول. هاي كانت جزء من المرحلة الأولى، وبالمرحلة الأولى هاي كان على كل أسقف
إنه يعين مسؤول أو جماعة كصلة وصل لمؤتمر الأساقفة. نعم. وحتى تكون أيضا موصولة مع أمانة السينودوس، لأنه أمانة سر السينودوس أرسلت مجموعة من الأسئلة الإعدادية، فباعتبار إحنا في المرحلة الأخيرة من المرحلة الأبرشية الأولى. نعم. إنه كل أسقف بيعين مسؤول، وهي لازم ننتهي منها قبل نيسان 2022، لأنه المرحلة الأولى عبارة عن ملخصات استشارات وترسل للأمانة العامة. هلأ المرحلة الثانية قبل أيلول 2022 ستبدأ الأمانة العامة للسينودوس بكتابة أول آلية للعمل. فاللي بيسأل أبونا مش شايفين أو مش ملموسين أو لسه آلية العمل، آلية العمل إن شاء الله ستتوج بشهر أيلول، ومن ثم ننتقل إلى المرحلة القارية من أيلول 2022 إلى آذار 2023. فنحن في هالمرحلة استشارات، إصغاء، تمييز. وإذا منشوف هناك مخطط للأمانة العامة، إذا منشوفه على الشاشة. نعم. مخطط للأمانة العامة، كيف النص التحضيري، والكنائس الخاصة رح تعمل ملخص، ومن ثم الأمانة العامة أداء العمل. نعم. ومن ثم اجتماعات السينودوس، وفي النهاية بشهر آذار 2023 رح يطلع 7 وثائق نهائية للمجالس بصدر عن الأمانة العامة، وفي النهاية الوثيقة النهائية ستصدر بروما بأكتوبر 2023. نعم. يعني هذه هي المخطط اللي انتو هلأ ماشيين عليه، وفي توقيت يعني عم تحكوا هوني شهر 9 لكان 21 النص التحضيري، 9-10 ل17-10 كانت الكنائس الخاصة أعلنت في أبرشياتها إعلان السينودوس. نعم. وإحنا أعلناه ب17 الشهر. نعم. 17-10 من 17-10 لأبريل شهر 4-22. نعم. لغاية يعني الآن نتعمل ملخص سينودوس. نعم. ملخص وتم مجالس الأصحاب وتم إصدار استبيانات. هذا الاستبيان يعني من المفترض خلق نواة صغيرة بكل أبرشية بكل كنيسة لتقييم. يعني اليوم مثلا بين إيدي أنا استبيان، هذا الاستبيان اللي مفروض أبونا نعم يكون موزع ويكون من شهر حاضر أبريل لسبتمبر. نعم. ولكن ما ننكر أنه بجوز فترة الأعياد أو ظروف كورونا. نعم. ولكن تمنع المباشر، بس هلا صار في انفراجات. نعم. إن شاء الله لأنه عندنا بالأردن صار بدهم يمنعوا حتى الكمامات خلص. إن شاء يقول الله. لك إنه تعايشوا مع كورونا. ولكن الأجمل إنه الأساقفة مشكورين، وكل الرؤساء الكنسيين في الأردن مشكورين الكاثوليك بإنه في الأحد صار يتم الإعلان. نعم. بعظات الأحد صار يتم الإعلان عن الموضوع باجتماعات الكهنة. نعم. وأيضا بشكل مبسط إن شاء الله للأمام ما بين فعاليات الرعوية. اليوم الأمل المطلوب إنه لو كل كاهن رعية يقوم بعمل لجنة. نعم. لجنة وتقوم بتفعيل هذا الاستبيان، وأسئلة جدا تمس ارتباطه بكنيسته، تمس ارتباطه بخدمته، إنه حتى ما يشعر المؤمن بأنه هو بعيد، هو جزء. يا أبونا أنتم يعني هاي صلاة من أجل السينودوس، إحنا أول مرة إحنا أعلناها وقت ما عملنا في نعم. مقابلة مع أبونا جمال خضر. نعم. هو نائب البطريركي في الكنيسة اللاتين. نعم. وكانت لسه أصدرت حديثا، لكن ما عم بشوف يعني كان وقت السينودس الأبرشي سنة 2000 إنه هذه كانت موضوعة بكتب الترنيم. نعم. كل نهاية بنهاية القداس تصلى الصلاة من أجل السينودس، فإنه هذه كمان أيضا يعني واحدة من الأمور عشان الناس تعرف عن السينودس إنها تصير موجودة. نعم. في كتب الترنيم تم طباعتها وتوزيعها لكل الأبرشيات وكل الرعاية، شو رأيك؟ نعم. مشروع السينودس. نعم. يحتاج إلى جهود الجميع. نعم. يحتاج إلى الكل إنه يستعد لهالحدث، لتلبية. نعم. نداء قداسة البابا.
مش بس كاهن الرعية، مش بس الراهبة، مش بس الأسقف، كل الفعاليات الكل منشوف بالشعار الكل مدعو. نعم. والكل مشترك. نعم. وحتى بخطاب قداسة البابا يقول إنه الله الآن يتدخل في التاريخ. نعم. الله يمشي بيننا. نعم. فهي الدعوة للكل، مش مربوطة بشخص، مش نعم. مربوطة بمنسق أو مسؤول هو يفعل أو يقوم بهاي الأمور، هي مبادرة، هي نوع من القناعة والإرادة إنه أحيي كنيستي. نعم. إحنا بطبيعتنا بنحب الكنيسة تواكب التجديد والتغيير، فهي مسيرة نعم رغم ظروف الكورونا، ولكن مقبلين على صيف. نعم. مقبلين على ربيع، مقبلين على أيام خير. نعم. نتمنى إنه يحدث هناك لقاءات، يحدث هناك تفاعلات، ولسه أمامنا باعتبار سنة ونص تقريبا، بين السنة ونص سنتين إن شاء الله رح نكون فريق واحد بهذا الإطار. حلو أبونا، بالنسبة لموضوع الاستبيان ممكن هيك نعم. تعطيني فكرة إيش هي الأسئلة الموجودة بهاي الاستبيان واللي عم تدعو الناس إنه يجاوبوا عليها، وما هو الهدف من هذا الاستبيان؟ هدف الاستبيان إنه الكنيسة في هاي المرحلة تصغي لمقترحات المؤمنين وآرائهم. نعم. وبمجالات الكنيسة المختلفة، وبعثت استبيان، والاستبيان أرسل إلى الجميع وموجود ومتوفر. نعم. بكتب أو بطلب أول إشي من أجل كنيسة سنودوسية شركة مشاركة رسالة، بطلب إذا بحب الحدا يذكر اسمه، جنسه، مواليده، التحصيل العلمي والمهني. بسأل، معلش أبونا نعم. بدي أقاطعك، بس مكتوب هون يفضل إجابة من خلال حلقات نقاش تبدأ نعم. بقراءة مقطع من الكتاب نعم. المقدس نعم. حتى حطينه هاي الخطة نعم. من تشرين لشهر آب، لشهر نعم. آب 2022 مكرسين علمانيا نعم. رجال ونساء صغار وكبار بعيدين نعم. عن الكنيسة والقريبين منها في بناء جسد المسيح السري نعم. الذي هو الكنيسة. يعني انه ما في الاستبيان ينعطى فردي بالبيت يلا وحله وجاوب يعني عليه نعم. بصير في صلاه في شويه شرح. يعني لا ننكر انه بالوضع الوبائي نعم. كان العدد محصور بخمس اشخاص نعم. او ست اشخاص نعم. او عدد الاصابات نعم. فاتوقع كان في معيقات نعم. وحتى بالتقرير الاولي اللي نعم. صدر عن تقييم العمل من الامانه السينودوس العامه بتاكد انه كان معيقات، ولكن الأجمل من هيك إنه خلال هالفترة صار 15 لقاء عبر الإنترنت عبر الزوم نعم. يعني والأجمل إنه الكنيسة مدت الفرصة لشهر نيسان، وما زال فترة الاستبيان لآب 2022 نعم. يعني الفترة الأولى كانت بمثابة الدعوة والإعلان نعم. وكانت بمثابة الدعوة نعم. والانتباه. فمن بين الأسئلة، من بين الأسئلة مثلا ما بدا التزامك الشخصي بالكنيسة نعم. بالقداس والنشاطات نعم. كمان برأيك ما الذي يجذب الناس البعيدين إلى كنيسة اليوم نعم. شوفي هالأسئلة نعم. يعني من الواقع نعم. شو تقييمك لدور الإكليروس، تقيم نعم. الأساقف الكهنة في حياة المؤمن في الرعية نعم. والأبرشية، وما هي السبل لتحسين هذا الدور؟ هل تصغي لما تعلم الكنيسة من قرارات وتصريحات ونداءات؟ أيضا كيف تقيم رعيتك أبرشيتك؟ أيضا هل تهتم بإعطاء رأيك بالرعية والأبرشية؟ كمان يقول إن كان هل تقيم أو تهتم بالأطر الروحية الإدارية المشاريع الاقتصادية نعم. كيف تقيم ظهور الكنيسة في وسائل الإعلام العامة نعم. هل أيضا مهمة؟ كيف تساعد الليتورجية على عيش إيمانك؟ كيف تقيم المسامحة أو عفوا المساحة المعطاة لمشاركة المؤمنين في القداس؟ طبعا الاستبيان جيد جدا، مقبول، ضعيف، ويمكن هيك بتكون الإجابة نعم يعني هيك سهلة بتكون على الشخص سهلة وسهلة، ولكن أكيد كيف تقيم علاقة الكنيسة مع عالم السياسة؟ كثيرة نعم. هي الأسئلة اللي بتهم المؤمن ودوره، حضوره، تفاعله مع ذاته، مع كهن الرعية. فجميل جدا، وإن شاء الله أمنيتنا إنه في المرحلة القريبة
يكون هناك تقييم ولقاءات واجتماعات، لأنه خبرتنا بتربطنا لسينودوس، سينودوس الألفين للأراضي المقدسة. نعم. الكل شعر فيه، لأنه نعم. بتعرف في حدث الكنيسة هو اجتماع ولقاءات وتطوير. نعم. وتحضير. تختلف الخبرة، اليوم خبرة هذا السينودوس تختلف بالحضور والوجود وكثافة اللقاءات والنشاطات. اليوم هذا هو الإطار. هل تهتم الكنيسة بالإرشاد الأسري؟ عم بطرح موضوع العائلة، موضوع الشبيبة. هل تجد لدى المحكمة الكنسية حلا مناسبا للمشاكل العائلية مثلا؟ هل أنت راضي عن أداء معلمي التربية الدينية في مدارسنا المسيحية؟ هل نربي أشخاص يشغلون مناصب مسؤولية؟ جميل، يمس كل المحاور الحياتية. كنز، هذا كنز، وإن شاء الله يا رب نستثمر هذا الكنز اللي أمنيت. طب هاي الأسئلة أبونا، بعد أنه يعني عمل استفتاءات وتجميع، في عدد معين من الـ يعني الـ كيف الاستبيان؟ طريقة الألية دكتورة؟ لا يعني نعم. الاستبيان هذا أنتوا عم تجمعوا فيه مثلا محددات، لأنه مثلا بدي من الأردن مثلا 4000 استبيان. هو عبارة يعني كل هاي الاستبيانات بكون في تقييم. من يقيم يعني هذا الاستبيان بعد ما يتعبى وين بيروح؟ نعم أكيد، هذا الاستبيان بكون يعني بالتنسيق مع الأساقف الكاثوليك ومجلس نعم. رؤساء الكنائس، تجمعهم البطاركة. نعم. هم بيوصل هذا التقييم. يعني هذا كليات نعم. بيروح للجنة. نعم. لجنة خاصة تحضرية وبتحط الدراسة وبرفعوها للأمانة العامة. وبرفعوها نعم. للأمانة نعم. العامة. نعم. تسلسل وترتيب عمل، ولكن نعم. ولكن اليوم في معيقات يعني اليوم المعيقات أكيد الوضع الوبائي، فترة الطلاق أو نعم. الظروف، ما بننكر أنه في صعوبة، ولكن نعم. نشكر الله عشان هيك الاستبيان معنا لشهر آب 2022 لعقد لقاءات. وأيضا يعني ما بننكر أنه يوم الأحد عم بكون في جماعة من المؤمنين نعم. مع كاهن الرعية نعم. ممكن نبدأ بنواة، نبدأ باللقاء، نبدأ باقتراحات. فالأمل كبير. نعم. لمن يريد وينوي أن يشتغل ويعمل في حق لمن الله. يريد وأن ينوي. أبونا في عندك شرط هون في حكيك، لمن يريد أن ينوي. أكيد يعني الحصاد كثير. نعم. الحصاد كثير، لكن العمل قليلون. وإن شاء الله كثيرين ستي. لكن هذا هو قداسة البابا. نعم. بعتقد بهذا السينودس، هذا اللي شافه إنه بده مشاركة من الشعب. نعم. الشعب المؤمن أكثر، كون الحصاد كثير والفعل قليل. وقداسة البابا بركز على بعض الأفعال دائما بحكيها: نتذكر، نعيش، نختبر، نفحص، نعتمد، نعيد. يعني نعم حلو. وبذكرنا نعيد. لدينا اتصال. نعم. من الدكتور. نعم. جلال فخوري، صباحك نور دكتور. الخير. صباح النور. صباح النور، لو تعلي الصوت شباب. صباحك نور دكتور، وان شاء الله صحتك احسن اليوم، كنت بعافية شوي. برضا الله برضاكم، كويس ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. ان شاء الله. صباح الخير لابونا الهندي. صباح النور. صباح النور والخير والبركة. كل الاحترام دكتور. انا ابو في عندي وجهة نظر. تفضل. نعم. دكتور قليلا، وهي انه السودس وقفا على الأساقفة. عفوا. وهذه وجهة نظر مخالفة للمسيحية كمسيحية. نعم. بمعنى آخر أن العلمانيين أصحاب اللاهوت اللي في عندهم إيمان يجب أن يشاركوا في السنودس لإعطاء آراء مدنية وليس دينية إيمانية. بمعنى آخر، وقف الإيمان على الأساقفة وعلى الكهنة، هذا أعتقد أنه مجحف في حق المسيحيين من ناحية. نعم. من ناحية ثانية أن العلمانيين لهم وجهة نظر مدنية يجب أن تتطابق مع الدين
لأنه الدين لا يمكن أن يختلف مع الحياة المدنية في الواقع اللي احنا عم بنعيشه، خاصة وأننا بنعيش في عالم مضطرب مجنون، يعني يبتعد كثيرا عن المسيحية، والمسيحية هي الكنيسة. الكنيسة ما هي الكنيسة؟ هي المسيحيين نفسهم. نعم. فما بيجوز انه احنا نوقف السينودس مثلا او معارف السينودس او ما يبحث السينودس او ما يتحدث في قداسة البابا عن الكهنة والسلك الديني. يجب ان يشرك المدنيين، لان المدنيين في الطابع المسيحي لهم قيمة ووزن، هم الكنيسة. وهذا دكتور نعم فعلا دكتور، وهذا هو ما أراده قداسة البابا بإشراك جميع طبقات الشعب المؤمن، حتى أطفال كمان. نعم. فهذا بشكرك دكتور على شكرا دكتور على المداخلة. هذا يؤكد مبارك بأنه العمل هو تصاعدي من الشعب إلى قداسة البابا، وطرح دائما الاستشارة ومشاركة شعب الله. نعم. وقداسة البابا وأكيد كل المحاور واللجان يقول نعيد بناء العلاقات بين أعضاء الجماعات المسيحية، هي إعادة نعتمد، ليش بحكيت الأفعال؟ نتذكر، نعيش، ندرك، نختبر، نفحص، نعتمد على الجماعة المسيحية كموضوع ذي مصداقية وشريك ثقة في مسار الحوار الاجتماعي. نعم. فقداسة البابا بمعنى أنه هو سينودس الشعب، لبل فكرة المجمع الفاتيكاني الثاني سنة 1965 اللي شارك فيه 2000 أسقف. نعم. هو كان بمثابة دليل إلى المؤمن، بمعنى أنه الكنيسة أصبحت أقرب إلى الناس، دليل المؤمن في عالم اليوم. فكثير من الخبراء وكثير من الأشخاص بيعتبروا أنه سينودوس 2023 سيكون مجمع فاتيكاني ثالث، وخاصة صوت الشعب، صوت المؤمن، صوت المسكين، صوت المهمش، صوت الفقير، صوت الأطفال ذو الاحتياجات الخاصة سيصل. فهذا العمل يختلف عن أي سينودوس، إنه الأساقفة بيذهبوا إلى روما بيجتمعوا مع قداسة البابا وبيعلنوا شيء معين. هذا الحدث يختلف. نعم. بالطريقة التصاعدية. بس أبونا اختلافه ما عم يجعلنا نتبع الأسلوب اللي عم يطلبه منا قداسة البابا. يعني قداسة البابا إحنا قلنا سينودوس الأبرشي كان هرمي من قداسة البابا للأساقفة. نعم. البطاركة الشرق والأساقفة إلى الكهنة الكليروس وبعدين من للشعب. نعم. بيوصل للشعب. نعم. طبعا وبتشاركوا، لكن السينودوس اللي طالبه قداسة البابا 2023 ينطلق من الشعب من الشريحة إلى الهرم. نعم. عند قداسة البابا. نعم. بس اعتماد إجابة الأسئلة، تحديد المواعيد، عمل الجروبات، حتى طباعة الصلوات إلى آخره، عم ترجع المسؤولية للأساقفة وكهنة الرعاية إنهم هن يتحركوا والشعب هن يتبعوا. لكن قداسة البابا عم بيطلب إنه الشعب الذي يقود، وهناك منسق. يعني الشعب إذا أراد المساعدة في موضوع ما هناك المنسق ليسألوه. المفروض انه يعني مثلا يتحملوا مثلا نحن مجموعات، عندنا مجالس رعية، عندنا شبيبات، عندنا كشاف، عندنا اخويات، في عندنا مجموعة الشمامسة، في عندنا كورال، عندنا صلاة الاحد، سوري مدارس الاحد، عندنا هدول ينعطوا الدراسة كاملة للمنسقين ورؤساء هدول الفعاليات. نعم. لأنه مثل ما أنا قريت بالاستبيان أنه عم بينعطى للشعب هن يرتبوا هاي اللقاءات وحلقات النقاش لقراءة هذه. نعم. عم بيعطوهم الدليل أنه اجتمعوا
ادرسوا هذا المقطع من الإنجيل، ابحثوه ومن ثم جاوبوا على هذه الأسئلة بكل رياحة، عشان ما يصير في تدخل أو تأثير من كاهن الرعية أو من الكنيسة على الأجوبة. فهل هذا يتم بهذا الشكل؟ لأنه ما شفتش أي فعالية مثلا عم قالت إنه في عنا اجتماع من أجل السينودس، عندي فعالية كشاف مثلا، سألنا الكشاف، كشافة المنسقين، عملتوا شيء من أجل السينودس؟ قالوا لنا لا، بنستنى الخوري. فكلمة ننتظر، فلازم بعتقد انه المرحلة هاي هلا مضبوط التوعية، ونحن بالنورسات عم نعمل هاي الحلقة للتوعية، لكن هل مش آن الأوان انه ينعطى تنعطى المسؤولية لرؤساء الفعاليات؟ هذا هو الواجب عليكم أن تقوموا به، وإذا في تقصير يعني أنه بيصير في الكاهن أو المنسق اللي هو يحث أنه يشوف أنه هاي الفعاليات عم بتقوم بهذا الواجب، هذا هو المطلوب. وهذا مثل ما فهمت من رسالة قداس البابا، أنه تنطلق الفعالية من الشعب، أنتوا تحركوا، أنتوا اللي عم تعترضوا، أنتوا المستائين، أنتوا اللي عندكم اعتراض على الكنيسة أو على الكليروس أو على كيف سير الكنيسة بخدماتها، انتم فتفضلوا الساحة امامكم واعملوا حتى اسمع صوتكم. فعشان هيك بعتقد انه هذا هو الهرم المعكوس. فاكيد هاي يعني تحدي ومسؤولية، يعني هنيئا لكل كاهن رعية او هنيئا لكل مسؤول كنسي يرتب ويدبر. عشان هيك بهيكلية وعمل السينودوس كان مقترح خطوات لتفعيل السينودوس الأبرشي، خطوات عملية. فتم عمل بعض المقترحات من خلال عقد اجتماعات، هاي الاجتماعات في البداية بتضم صلاة وتأمل، مشاركة كل رعية. فاليوم الدعوة موجهة إلى كل رعية تتفعل هذا المقترح، واقترحوا كثير من النصوص، منها يسوع والجموع في يوحنا 8، يوحنا 6، أو بطرس وكرنيليوس، وأعطوا زمن من شهر 11 وشهر 12 يكون لقاء صلاة تأمل فيما يخص السينودوس بين الكاهن وفعاليات الرعية وكل الشعب. والمرحلة الثانية يصير في لقاءات تنشئة دكتورة، يعني قبل الخوض بهذا الإطار، المؤمن شو بعرفه؟ في أشخاص ما بيعرفوا شو يعني سينودوس. لقاءات التنشئة، طبعا قبل لقاءات التنشئة اللي هي بتضم حكينا بعد الصلاة، لقاءات تنشئة لقاء عن التوبة حتى ما يصير في هجوم أو استياء أو رفض، أو بتعرف اليوم في لغة حوار. وبالعكس لما أحكي إنه الكاهن بخدم أو الكاهن يكون تقييم أو هاي الرعية ميتة أو هاي الرعية حية، أو الأبونا فعل إشي، يكون تقييم مبارك وموزون ومدروس. ففي مقترح كان وما زال موجود، المقترح الخطوة الأولى من شهر 11 و12 عبارة عن زي ما حكيت تأمل وصلوات بنصوص يوحنا، وأيضا المقترح الثاني بشهر 3 و4 نعمل رياضات روحية ونفعل هذه الخطوة. ولابد تنشئة أشخاص ويصيروا بعض المؤمنين بعقد لجان لتنشئة، نخبرهم شو السينودوس، شو بحوي، كيف منحقق هاي الأمور، وحتى يكون عندهم لقاء تمييز منسميه تمييز روحي جماعي بعد لقاء الإصغاء. فاليوم الكل بتساءل كيف بدنا نحقق السير معا، وكيف يتحقق اليوم ذلك اللي تسمح الكنيسة بإعلان الإنجيل للرسالة الموكولة إلها. ففي خطوات موجودة، ولكن طوبى لمن بفعلها بالرعية. النصوص موجودة وكل هذا في مواقع كثيرة ودراسات واستبيانات، بس بدك مين يحط إيده على المحراث. يعني اليوم قادرين على التنظيم والترتيب. ففي هناك مقترحات وخطوات لتفعيل السينودوس كل شهر بشهره، أو كل شهرين، أو كل 3 أشهر من صلوات
ودورات تنشئة، لقاءات تنشئة دكتورة. نعم أبونا، هلأ إحنا في الأردن، نعم أنت ممكن ذكرت، بس نرجع نعيد ونحكي أين نحن من هذا المخطط سيدتي؟ بالأردن نعم. هلأ نحن نعم. أين نحن من هذا المخطط وماذا فعلنا؟ يعني نعم. هلأ أنا شايفة أنك أنت عندك استبيان معبأ، نعم، فهل تمت هناك لقاءات وكيف التنسيق مع الكنائس الأخرى؟ هلأ أنت منسق عام للكنائس الكاثوليكية، نعم، لاتين وكاثوليك، هل هناك تم اعتماد منسقين آخرين للكنائس الأخرى؟ يعني في عندك سريان كاثوليك، نعم، عندك موارنة، في عندك كلدان الكاثوليك، في عندك الأرمن الكاثوليك، يعني كيف بيتم التنسيق هناك؟ او انت يعني عم تجتمع مع الكهنه ورؤساء الكنائس هذا؟ هلا الخطوه الاولى بوجود وثيقه بنسميها وثيقه تحضيريه، نعم، قبل ما نخوض بالاشياء الميدانيه، في وثيقه تحضيريه ترتب اليه العمل، ترتب اليه العمل بالخطوات. نحكي على المستوى، نعم، الابرشي، نعم، الشيء البارز أو الموجود أنه عم بتم العظات عن السينودوس، نعم، السينودوس مازال محدود، مازال محدود في معيقات، في معيقات. فبما أنه ما زلنا بالمرحلة الأولى، هناك، نعم، أمل كبير بأنه نشوف متابعة كيف نعظم، كيف ننظم العمل بشكل ملموس، كيف يكون في مذكرة منهجية، كيف، نعم، نتعمق بالإصغاء، كيف نتشاور مع الكنائس، هاي مسؤولية جماعية، نعم، دكتورة يعني. وكمان كيف ننظم الأفكار والطاقات والإبداعات للأشخاص اللي بدهم يشتركوا معنا، نعم. فالمحتوى كبير، المنهج موجود، ولكن هناك جهد مشترك، نعم، مشترك ومطلوب. فاليوم بكنيستنا مثلا، بحكيك على مستوى كنيسة مثلا الروم الكاثوليك، نعم، في العظات لربما يكون، أنا على مستوى كنيستي تم اللقاء لقائين، نعم، مع قمنا بعمل جمع دعوة من الرهبات الفرنسيسكانيات والكومبوني والسيليزيان، وأيضا مع المركز اليسوعي، قمنا بشكل إعطاء محاضرة عن ما يحدث وما يجري. فنحن لسه بمرحلة التحضير ومرحلة الترتيب، في المرحلة البدائية لهذا، نعم، الحدث، نعم. وعم بتشوف في تجاوب من الكنائس بالأردن؟ بحكي لك دكتورة، الجو الطاغي، يعني ما ننكر أنه هناك هموم، الهم الكنسي أكيد هناك همنا، يعني اليوم الوضع الوبائي طغى، نعم، على كثير محاور. اليوم أولادنا الطلاب الجامعات يداوموا ما يداوموش، أبنائنا المدارس، نعم، الظروف الاقتصادية، وهذا من التقييم الأولي، صار تقييم أولي، نعم، بتقرير صحفي أصدرته الأمانة العامة، نعم، وقيمت فيه الوضع، وقيمت فيه انه احنا ما نكون، يعني نكون صريحين، يعني هذا تحدي كبير، نعم، يعني تحدي. احتمال كتير كبير انه السينودوس ما يتم بالرؤية القداس البابي بسنة 23، يعني لا، السينودوس نحن من نصنع السينودوس، نعم، نحن بهذه الخبرة، يعني مع التحديات القائمة، لأنه عم تطلع معنا مثلا هلأ الموجة الرابعة من فيروس كورونا، في عنا انتشار كبير ليست للوباء. حجة دكتورة، يعني ليست حجة، نعم، بأنه لأن هناك الزوم، نعم، هناك الزوم بدائل كثيرة، نعم، ولكن كما نقول هنيئا وطوبة لمن يرغب بالتجديد والتغيير، نعم، هذه يعني الكنيسة قريبة من المؤمن، نعم، ودائما الكنيسة ترغب الأفضل، نعم، يسوع حكى أتيت لتكن لهم حياة وليكن لهم أفضل، نعم. فالسينودوس بملخص بأنه الكنيسة بدها تسمع صوت المؤمن، نعم، الذي يرغب بالأفضل، نعم، والمؤمن له دور كبير، نعم، العلماني بمواهبه وخدمته ودوره مش مستثناء، نعم. فهناك بخجل،
بداية السينودوس خجولة، نعم. أصفها بأنها خجولة على أمل، على نعم. أمل أن يكون فرصة لأن تتقدس هاي المرحلة، خاصة إحنا بها الزمن التريوذي، جايين على زمن صوم، جايين على أسبوع ألام، جايين على عنصرة، جايين أكيد قيامة عنصرة. فأثق ولدي أمل بأنه المسيرة السينودوسية شركة ومشاركة وحياة وشراكة راح تتقدس وتتطور، ما نستبق الأحداث خلال هذا الأيام الجاي، نعم. بزمن لتورجي مقدس وبروح روح إيجابية وخدمة. لا نريد أن نقيم، لا نريد أن نقيم المسيرة في بدايتها، بالعكس أنا اليوم من هالمنبر أقدر جهود الأساقفة وأقدر دور الكهنة ودور العلمانيين والرهبان، نعم. والرهبات، الكل شغوف، نعم. والكل لديه نية طيبة. وهذا حدث مهم دكتورة، يعني تتسلط الأضواء على حاضرة الفاتيكان بسينودوس شعبي يخص المؤمن، نعم. يخص البسيط، قداسة البابا يقول يخص المهمشين، هاي رغبة بأن يسمع صوت، نعم. الجميع، نعم. أبونا يعني إحنا هيك شوية أسئلة وتواصل، نعم. من الأشخاص اللي عم بيتابعونا على الصفحة، نهيل الصفدي خوري، مها اللوح، وأيضا منار عماري، بسمة الخزوز، أم عادل النمري، صباحكم نور، وسيستر سيسيل حجازين، صباحك نور يا سيستر، وجاكلين حناوي، ونهيل الصفدي خوري، وبشرى اليعقوب، مها اللوح، كلهم صباحاتكم نور، صباح يا رب، صباح النور للجميع، الله يحميهم، نهاد قمو وصباح النور، وإيهاب عماري أيضا، سيسيل سيستر سيسيل، نعم، في عملية شفاء يقودها الروح القدس، وعيد اللوح حداد، روزلي فيلد، وأيضا ناهي وأمل السلمان، وليديا موسى، ميشيل لطفي، كلهم عم بيشيدوا بالحلقة وإنهم أول مرة بيسمعوا هذا الطرح عن هذا السينودوس. طبعا في أشخاص يعني سمعوا عنه، في أشخاص الآن تنوروا عنه إنه ماذا يريد قداسة البابا دور من السينودوس. الإعلام هام جدا، يعني هذا دور هام جدا. أمل السلمان تقول لك شكرا أبونا على شرح الشعار، عميق ومعبر. وأيضا في أشخاص تابعوا السينودوس، نعم. عام 2000 عم بيسألوا إنه هل هو شبيه أم لا، فشماس حنا ميخائيل أبو سعدة، والهام متاروة، وهند زيدان، هذا سؤال أبونا بدنا نطرحه. وأيضا هناك شجر حداد، ونهلة شداد، ونانسي سامي، وأيضا هناك سؤال، نحن اتحاد الرهبانيات في الأردن عم نشتغل جماعي. برافو. يا وكل رهبانة جابت أسئلة الملف الأول وفحص ولخصناها، والآن بدأنا بدراسة أسئلة الملف الثاني، مشاركة بأيدينا معا مع سيادة النائب البطريركي في الأردن الأب جمال خضر، مشكور، نعم، نسير معا، يعني هي رهبانيات، نعم. عم أكيد بتصير أكيد أكيد مع أكيد بعض بالموضوع، أكيد في هذا تقدم، في تقدم وإنجاز بهاي، نعم. وهي دائما رهبانة الوردية نشيطين بكل، وخاصة يعني مع المنسقة سير سيسيل حجازين، دائما هي اللي بتدعو وتنسق وترتب. فهو زي ما انت تفضلت ابونا، هو مبادرة. قرار ومبادره، نعم. ونيه، نعم. هل انا دعوة. اريد، نعم. يعني هكذا البابا وضع الدعوه للدعوه هذه امام جميع الفرع، نعم. فعاليات، نعم. المجتمع، نعم. وهل تريد، نعم. فتحرك. كل الاشخاص اللي تابعونا على الصفحه، صباحكم نور، فردا فردا، إبراهيم الطباسي، وعلاء عويس، يسعد صباحكم، يعني كلهم أبونا يشيدون أنه
في ناس بتقول لك أول مرة عم نسمع بهذا البرنامج، شكرا نورسات، اللي بنعتبرها مثل المدرسة الروحية في كل بيت، دمتم للجميع. مرلين الحدوي من أراضي المقدسة، حوار ممتع جدا أبونا، ربنا يصير معك ويعطيك، من أمل السلمان. في بعض الأسئلة أيضا، هل هناك تنسيق؟ تنسيق مع الأشخاص اللي تابعوا سينودوس 2000 على أساس أنه أبونا هو السينودوس، يعني السير معا، يعني نحن كلمة مش اختيار، انتقاء شخص عن شخص. هلا اللي مشوا بالسينودوس 2000 أكيد وعاصروه ومشوا في الحلقات والحوارات وأطلقوا المخطط الرعوي لآخره، هل في هناك مثلا تنسيق معاهم أنه كيف عملوا، كيف اشتغلوا، وكيف ممكن أنه نتشارك بهالخبرات مع بعض؟ الدعوة مفتوحة، يعني الدعوة مفتوحة للجميع، لمن معاها خبرات السينودوس السابق. السينودوس السابقة بالعكس بكون ضليع وخبير بمدى ترتيب الأحداث، ولكن هاي خبرة هذا السينودوس شوي مختلفة بظروف تختلف، حتى بالفعل نمشي بمسيرة سعيدة. بيحكي قداسة البابا بدعونا أن نكون حجاجا شغوفين للإنجيل. تخيلي بقلب السينودوس يكون عندنا هالشغف، وبيحكي منفتحين على مفاجآت الروح، لأنه مين بقود المسيرة في النهاية؟ ليس شخص، الذي يقود مسيرة السينودوس هو الروح القدس. جميل. فاليوم هاي فرصة ونعمة حتى للقاء، للإصغاء المتبادل والتمييز، وهي فرصة أنه نعيش هالحدث بفرح، بفرح على هذه الفترة، حتى نبحث عن الرب ونلتقي فيه. فهذا كان يعني ملخص السينودوس. نسير معاً أنه الله معنا، عمانوئيل معنا، الرب ما بتركنا في كل فترة، وما زال الله معنا بطول الأيام، والكنيسة قريبة منا، الكنيسة تسمع صراخنا، وإحنا جماعة المؤمنين نشجع ونعضد بعضنا البعض. فامتياز ونعمة وبركة بهذا السينودوس، أن نستمر بخدمة كنيسة سينودوسية شركة ومشاركة، والكثير هناك لربما بصمت وهدوء عم بيشتغلوا لهالسينودوس. اليوم جماعة المؤمنين اللي شاركونا وحلقتنا هي سينودوسية بامتياز. بامتياز. طلع علينا نعطيهم الاستبيان. والاستبيان موجود على المواقع بدور تراتبية، هو الأجمل إنه مش يأخذوا المؤمن لحاله بالبيت ويعني. لا، ما هي على مجموعة بقدر، زي ما تم بقدر مثلاً طلب. تخيلي مثلاً ممكن حدا من أولاد الرعية، أبونا نرغب بكورال أفضل أحسن. هذه الطموحات والآمال. تغني الكنيسة، فالكنيسة قوية والكنيسة مليئة، حية متجددة، زي ما يعني عادة لا تشيخ لا تموت، بيصفوها بالرجل الكبير الطعم السن هالأيامات هاي. لا، بدنا نرجع شبابها وجدائها. هي شعب الله، الكنيسة شعب مقدس مختار كهنوت ملوكي، وفيها مسؤولية مشتركة، كونها فيها نظام داخلي، نظام عائلي. وحكى يسوع: من كان فيكم كبيرا فليكن لكم خادما. والكاهن في النهاية يعني رجل محبة. وهالسينودوس منصلي حتى يوحد أعضاء الكنيسة، وكلنا مسؤولين. دكتورة، كلنا مسؤولين. يعني هاي كلمة وتوجيه منك، نداء أخير قبل ما ننتهي من حلقتنا اليوم. أبونا ماذا تقول، هيك كلمة للشعب المؤمن اللي بيحضرنا بالأردن وبكل العالم، ماذا تريد منا الكنيسة وأنت كمسؤول ومنسق لهذه الحركة في الأردن، ماذا تطلب وتدعو؟ أصلي لنجاح وتوفيق الجميع في هذه المسيرة، وأقتبس من كلمات قداسة البابا: أن نفرغ ذواتنا ونتحرر من كل ما هو دنيوي، وأيضا نسأل أنفسنا حول ما يريد الله لنا في هذا الوقت وفي أي اتجاه يقودنا. بتمنى للجميع مسيرة سعيدة معا، وننفتح على مفاجآت الروح القدس، وتزيد فرص نعمة اللقاء والإصغاء المتبادل والتمييز، ونعيش
بفرح، لأن كلنا مسؤولون، لأن كلنا اعتمدنا بالمسيح ومسحنا بالروح القدس. وأشكر نورسات دكتورة ممثلة فيك بتسليط الضوء على هذه النقطة اللي إن شاء الله ستلد وترى النور. مسيرة مقدسة مقدسة من شمال الأردن إلى جنوب الأردن، واليوم أثرنا نقطة هامة وجزء هامة في هذا الحركة الشركة ومشاركة ورسالة كنيسة سنودسية. إن شاء الله أبونا بالتوفيق يا رب لهذه المسيرة وهذا التجدد في كنائسنا، وإنها تلقى القبول وإنه يتحرك شعب الله آمين. الموجود آمين. عندنا في آمين. الأردن وكل الدول المشاركة في السينودوس، ويستجيبوا ويتجاوبوا مع دعوة قداسة البابا فرانسيس في إنه هالسينودوس 2023 هذا الإنجاز اللي راح تنطلق فيه كنيسة الألفية الثالثة. نعم. فكنيسة نعم. الألفية الثالثة راح تختلف عن الألفية الثانية والألفية الأولى، فنحن يعني التجدد حاصل. ولما نقول التجدد إحنا مش جايين نغير الإنجيل، لكن إحنا حياتنا متغيرة ومتطورة وفيها أحداث وفيها تصارعات يعني وتطورات، يعني لازم الكنيسة تواكبها، ما تضلها بنفس الردم أو بنفس الرتابة، لازم تتبع هذا التغيير. حاجات الشباب تغيرت، حتى نظرتهم، استعمالهم للإنترنت، يعني حتى قداس البابا عم يستعمل أساليب التكنولوجيا، لأنه العلمانيين يعني وتعاون رسولي هام من رجال من نساء من مواهبهم تقديس الأمور الزمنية. فمنصلي حتى نكون متفائلين إن شاء الله يا رب، متضامنين، شكرا، قادرين على مجابهة هاي الصيام. آمين يا رب. بشكرك أبونا مودي هندلة، المنسق العام لسينودوس الأبرشي 2023، سينودوس بنقول الأبرشي ولسينودوس الكنيسة الكاثوليكية 2023. وأيضا نتمنى أبونا نحن كنورسات يعني كمان أيضا قلوبنا و يعني وكل مواهبنا مفتوحة لخدمة هذا الهدف. فشكرا لكم، وشكرا لكل اللي تابعونا على صفحتنا على نورسات جوردن، وأيضا على نورسات وتلفزيون تيلي لومير. بتمنى أنه هذه الحلقة أعطت تنوير عن هذا الموضوع، أعطتكم فكرة عن هذا الموضوع، عشان في رعاياكم في كنائسكم تسمعون السينودوس تعرفوا ماذا ستفعلون. هلا زي ما بقولوا الطابب ملعبكم، فانتوا اذا بدكم تلعبوا فلكم القرار. فسعدت معكم وانا والاب مودي هنديله، وان شاء الله الى لقاءات اخرى نتحدث فيها عن السينودوس. بشكر العاملين اللي طاقم العامل في الاردن ونورسات في لبنان ايضا على هذه الحلقه. صباحكم نور، والى اللقاء في الاسبوع المقبل ان شاء الله. الى اللقاء، دمتم بخير وعافيه. إلى اللقاء. أعجوبة تيلي لوميير مستمرة، مستمرة فيكم، مستمرة إلكم ولولادكم من بعدكم، ولولاد ولادكم وللجيل اللي بعد ولاد ولادكم من بعد. لما تكون تعبان بهمك عندك كلمة تريح قلبك، ترجع الدنيا بتضحك لك، نور سات ليل ومير، نور سات ليل ومير، نور سات ليل ومير، نور سات ترنم صلوات ليل ومير، محبة وخير. المسيحي وعندك كلمة صريحة
محبة وخير.